التيمت ساسانو. السلام عليكم شباب، ياكم احمد كينج مع شباب. اليوم رجع لكم فيديو جديد، واليوم راح نجاوب. اليوم انا يعني حسين الملك، واليوم راح نجاوب عن اسئلتكم، وراح نلعب مع ناروتو وتجيب لنا الالتيمت ساسانو. فقبل ان نبدا بالفيديو انا اجاوب على اسئلتكم. عندنا السؤال الاول، اكثر قناه تحبها حاليا؟ ما دبع يعني يوتيوب هو صاير، ف اكثر قناه يعني قنوات عندي احب قنوات متابعين صراحه، واكثر انمي احبه، اكثر انا احب انمي احبه دراغون بول. وعندنا هسه شوكت العاب لعبه راب الشريره، العبها يعني بعد فد جزء فيديو يعني شيء يعني احصل عليها بس. وعندنا هنا اكثر اكله احبها، احب المعكرونه، احبها احب البشاميل يعني المعكرونه. قد تريد توصل اجي اوصل على 1000 مشترك. وهل مفكر انه اغير محتواي؟ صراحه ما اغير محتوى، ما اريد. وليش صوتك حلو؟ ما ادري. وقد عمرك؟ عمري 15. وهنا كم عمرك؟ قلت 15. واكثر انمي احبه دراغون بول. من اي دوله؟ العراق. واكثر شيء اكرهه النت مالتي. لا النت مالتي، نت والماوس هذا ما يشتغل من جوا. والسؤال اللي وراه، راح تلعب العاب بلاي ستيشن المستقبل ان شاء الله؟ وبعد ماكو اسئله، فهسه خليكم ويا المقطع. خلنا نبدا. طبعا صورت علي فيديو قبل بس كنت ما اعرفك هو سوسانو، فهالمره راح اشتريها التيمت سوسانو. ترى ما سوسانو جي جي يعني لا صدق، لا الالتيمت سوسانو بس طبعا راح اقصقص بالفيديو على مود مثل ملون يعني بالتجميع والحال. يا شباب طبعا شباب جمعت 127,000، فهسه راح اشتري التيمت سوسانو. هي اقوى شيء، اقوى شيء باللعبه بدون تحولات، يعني تحولات الفلوس روبوكس. فحسين شلونك؟ تعال التيمت سوسانو. وينك؟ لا وين فلت انت؟ تعال شباب. طبعا هالفيديو كان جواب على اسئلتكم، مهم ان اشوفكم تحول الالتيميت سوسانو. فا اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو.